الإسلام غلط والمسيحية صواب. سيبك من النظريات، احنا بنتكلم على المسيحية طريق حياة. ممتعة. طريق حياة. معلش يا جماعة، الله يبارك لكم. احنا قلنا كده سفر ايه؟ سفر الخروج اصحاح العدد اصحاح 33 من اول العدد 6. تعالوا نشوف ايه طريق الحياة اللي عايز يعلمه لنا الكتاب وايه اللي نستفيده. يلا بينا. قالوا من سكوت ونزلوا في إيثام التي في طرف البرية، ثم ارتحلوا من إيثام ورجعوا على فم الحيروث التي قبالة بعل صفون، ونزلوا أمام مدة. ثم ارتحلوا من أمام الحيروث وعبروا في وسط البحر إلى البرية، وصاروا مسيرة 3 أيام في برية إيثام، ونزلوا في مار. ثم ارتحلوا من مار وأتوا إلى إيليم، وكان في إيليم 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك. 70 نخلة. ثم ارتحلوا من إيليم ونزلوا على بحر سوف، ثم ارتحلوا من بحر سوف ونزلوا في برية سين، ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في دفقة، ثم ارتحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش، ثم ارتحلوا من ألوش ونزلوا في رفيديم، ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب. ثم ارتحلوا من رفيديم ونزلوا في برية سيناء، ثم ارتحلوا من برية سيناء ونزلوا في قبروت حتى أوى، ثم ارتحلوا من قبروت حتى أوى ونزلوا في حضيروت، ثم ارتحلوا من حضيروت ونزلوا في رسمة، ثم ارتحلوا من رسمة ونزلوا في والله العظيم فارس. اقسم بالله الكتاب اللي بيقول كده، انتوا فاكريني انا بقى؟ اقسم بالله ده كتاب النصارى، وان هم عارفين صوت القارئ بتاعهم. ده سفر العدد اصحاح 33. انا عايز اعرف ايه طريق الحياة، فين طريق الحياة في هذا الكتاب؟ فين طريق الحياة؟ يمكن انتوا فاكرين ان انا بألف ادي الكتاب تبعهم اهو بقى. خلينا نكبر كمان ليكم الخط عشان تشوفوا بذات نفسويتكم اهو. يلا يا عم اشتغل يا معلم. ها، سفر العدد اصحاح 33، وده موقع الكنيسة على فكرة اساسا، كمان الموقع اسمه الانجيل. يلا بينا. برية سيناء ونزلوا في قبروت حتى اوى، ثم ارتحلوا من قبروت حتى اوى ونزلوا في حضيروت، ثم ارتحلوا من حضيروت ونزلوا في رسمة. ماشي. ثم ارتحلوا من رسمة. ايوة. ونزلوا في رمون فارس. ماشي. ثم ارتحلوا من رمون فارس. ايوة. ونزلوا في لبنة. ماشي. ثم ارتحلوا من لبنة. ايوة. ونزلوا في رسة. ماشي. ثم ارتحلوا من رسة. ايوة. ونزلوا في قهيلات. ماشي. ثم ارتحلوا من قهيلات. ايوة. ونزلوا في جبل شافر. ماشي. ثم ارتحلوا من جبل شافر. أيوة. ونزلوا في حرادة. ماشي. ثم ارتحلوا من حرادة. أيوة. ونزلوا في مقهيلون. ماشي. ثم ارتحلوا من مقهيلون. أيوة. ونزلوا في تاحت. ماشي. ثم ارتحلوا من تاحت. أيوة. ونزلوا في طارح. أيوة. ثم ارتحلوا من طارح. أيوة. ونزلوا في مثقل. ماشي. ثم ارتحلوا من مثقل. أيوة. ونزلوا في حشمون. ماشي. ثم ارتحلوا من حشمون. أيوة. ونزلوا في مسيروت. ماشي. ثم ارتحلوا من مسيروت. أيوة. ونزلوا في بني يعقان. ماشي. ثم ارتحلوا من بني يعقان. أيوة. ونزلوا في حور الجدجاد. ماشي. ثم ارتحلوا من حور الجدجاد. أيوة. ونزلوا في يطباط. ماشي. ثم ارتحلوا من يطباط. أيوة. ونزلوا في عبرون. ماشي. ثم ارتحلوا من عبرون. أيوة. ونزلوا في عسيون جابر. ثم ارتحلوا من عسيون جابر. أيوة. ونزلوا في برية سين وهي قادش. ماشي. ثم ارتحلوا من قادش. أيوة. ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم. ماشي يا راجل. فصعد هارون الكاهن. الحمد لله وصلنا جماعة. خلاص وصلنا. ها خلاص وصلنا. بس معلش خلينا، ايه رأيكم نكمل؟ خلاص وصلنا بقى، ننزل بقى الحاجة كده ونهدى بقى كده وبتاع.
يلا تعال نكمل بس عشان بس ايه فرحتنا بوصولنا وان احنا وصلنا. إلى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك في السنة 40 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس في الأول من الشهر. وكان هارون ابن 123 سنة حين مات في جبل هور. وسمع الكنعاني ملك عراد وهو ساكن في الجنوب في أرض كنعان بمجيء بني إسرائيل. وصلنا يا جماعة خلاص. ثم ارتحل. وصلنا خلاص الحمد لله. استنى لا محدش ينزل الحاجة لسه ما وصلناش. ارتحلوا من جبل هور ونزلوا في صلمونة. ثم ارتحلوا من صلمونة. ونزلوا في فونون. ثم ارتحلوا من فونون. ونزلوا في أوبوت. ثم ارتحلوا من أوبوت. ونزلوا في عي عباريم في تخم مؤاب. ثم ارتحلوا من عييم. ونزلوا في ديبون جاد. ثم ارتحلوا من ديبون جاد. ونزلوا في علمون دبلتايم. ثم ارتحلوا من علمون دبلتايم. ونزلوا في جبال عباريم امام نبو. ثم ارتحلوا من جبال عباريم ونزلوا في عربات مؤاب على اردن اريح. نزلوا على الاردن. الحمد لله من بيت شيموت. وصلنا الحمد لله. قول كده يا زكريا كده ايه الكتاب بتاعك ودينك ودين